السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتواجدوا الان في عين المكان، لازلنا على تتبع الهدف الاسمى والارقى اللي كيتمنى اي مغربي عفوا هو النجاة ديال الريان. حاليا احنا على جد مقربه مع عين المكان، كما كتبعوا معايا هذا هو البير موضوع النقاش في الاسفل ديالو، رجال الوقايه المدنيه حتى الارض. الان لم نتوصل باي جواب في عدد الامتار المتبقيه للوصول الى الهدف، هذا السؤال اللي كيطرح علامه استفهام. لاكثر من ذلك مجموعه من التقنيين كما كتشوفوا معايا الان على تتبع حوالي قبل دقيقه تقريبا تم الوقف ديال الالات من اجل الوصول للهدف. اللي غريب في الموضوع هو الأطربة تتساقط بشكل كبير. هنا كيطرح سؤال، واش ما خديتوش بعين الاعتبار انكم درسوا نوعية الأطربة ملي خديتوا القرار انه يتم نقلبوا كيفاش نوصلوا الريان في عدد الامطار ديال البئر اللي فيه 33 حتى ال 34 باش نوصلوا ليه. الاليات والجرافات كتشتغل من اجل يقربوا للمكان اللي بغينا نوصلوا ليه، ولكن الاطربه لها راي اخر. الاطربه كتساقط كيشكل عائق كبير في المسار وفي الهدف اللي بغينا نوصلوا ليه. السؤال المطروح هو هذه المنهجيه اللي تكلمنا عليها قبل، وهذا الحل بهذه الطريقه بحضور مهندسين كما كتشوفوا معنا وتقنيين علامة استفهام. إلى متى سوف يبقى الوضع بهذه الطريقة هذه؟ رجال الدارك مشكورين، رجال الوقاية المدنية، قوة المساعدة ليل نهار كيديروا المجهود ديالهم تيأمنوا، ولكن علامة استفهام كتطرح في مداول الاختصاص المختصين سواء لا توبوغرافي اللي كاينين هنا ولا اللي عنده المسؤوليه بشكل مدقق ديال عدد الامطار اللي غتوصلنا للقاعده ديال البئر من اجل انقاذ ريان. الا ان الاطربه تقول عكس هذا الكلام. الى متى سوف يبقى الوضع هكذا؟ هذا هو السؤال. احنا ماشي تقنيين في هذا المجال، ولكن ننقل الخبر بصدق وامانه كما هو الوضع الان. كما كتشوفوا معايا الآليات كلها توقفت على العمل بعد تساقط عدد هائل من الأتربة. وهاد الحفرة اللي كتشوفوا في حوالي دقيقة، هذا كيشكل عائق كبير أنه العمل عاود وقف عاوتاني. إلى متى سوف يبقى الوضع بهذه الطريقة وبهذه المنهجية؟ أليست هناك حلول أخرى من تقنيين من مسؤولين متخصصين في هذا المجال من اجل الوصول للهدف؟ الى متى سوف يبقى الوضع بهذه الطريقه هذه؟ وهذا هو اللي غريب صراحه. كذلك نقصد المعلومه، ما كاينش اللي كيعطينا معلومه. اعتقد بانه المسؤول عن الخليه المكلفه بانقاذ ريان تكلم يوم امس في تصريح رسمي، اعطانا مجموعه النقط حول الوضعية الحالية والأهداف اللي كيشتغلوا عليها، ولكن فيها علامة استفهام. لا نعلم الآن الوضع ديال ريان، الوضع الصحي ديالو، هو طفل عنده 5 سنوات، هل سوف يتحمل هذه المعاناة؟ لا قدر الله إذا كان باقي على قيد الحياة، والله أعلم. نحن في عين المكان ليست لدينا معلومات أكيدة. حنا كنكونوا هنا كنشوفوا الالات ديال الحفر خدامه، تقنيين على قدم وساق، نعم، ولكن السؤال اللي كنطرحوا حنا هو هذا القرار وهذه الطريقه. سمعنا البارح انه غادي يقدر يتحل المشكل يوم امس في الليل، من بعد سمعنا بانه امتد للصباح، دابا مشينا
احنا قربنا الحدود الثانية عشرة زوالا، الوضع هو الوضع. مشاهدينا الكرام، مجموعة من علامات استفهام كنتمنوا من المسؤول، وماشي غير واحد، في تقنيين، في أطباء، يعطيونا جواب كيفاش بهاد الشركة المتخصصة اللي كدير التلفاز الوضع الصحي ديال الريان، عامل التنفس، عدد دقات القلب، والشق التقني اللي كتشتغلوا عليه بهذه المنهجية، الآليات كتشتغل، من بعد كيهبط كم هائل ديال الأتربة، كيغير المسار ما هو أسوأ وكيصعب المأمورية. إلى متى سوف يبقى الوضع بهذه الطريقة؟ نتمنينا أنها تكون منهجية محكمة، فيها مجموعة من المتدخلين في الموضوع، كل حسب الاختصاص ديالو، من أجل الوصول لهدف بطبيعة الحال. ثلاثة أيام، إلى متى سوف يبقى ريان في هذا الوضع؟ وهذا هو السؤال. مشاهدينا الكرام، نحن لا تتبعنا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد. تبعوا معي.